الله وهذاك ان شاء الله بخير. صافا بارك الله فيك اخ محمد. كما شفتوا معايا كان دار معايا الحلقه الاولى في الرمايه، علمنا شي لي ميزور دو سيكوريتي على حساب عيار 12. كما كتعرفوا في الامتحان هنا في فرنسا تيكون عيار 12 وكتكون عندنا حتى لا كارابين اللي عند الاخ رشيد. اليوم هو دفعتي الدوسي اخي محمد؟ دفعت الدوسي يعني ممكن يدير لا شاس اكومباني سي رشيد معنا. نعم غادي يكون تحت لا ريسبونسابيلتي ديال الاخ رشيد اللي غادي يعطي القوانين ديال لا سيكوريتي على حساب لا كارابين، وكيكون هادشي في تيران ريال زعما واقعي، حيت كما كتشوفوا حنايا كنصيدوا اليوم الكرون جيبي يا اما شوفاي يا اما سونغلي. وكيف جاتك التجربه الاخ محمد؟ تجربه ممتعه، نهار زوين، شفنا احسن من الشرف نشوف واحد الشيفغوي زقلناه ولكن المهم المشاركه الجو ممتع. وكان حتى واحد سونغلي في الصباح كبير صباح شفناها تبارك الله قداش، والنهار مازال باقي. الاخ رشيد اليوم كلفناك انك تاخذ شويه لا ريسبونسابيل تاع الاخ محمد، غادي توري شويه لي ميزور على حساب لك على حساب لا كارابين. ممكن تهضر لنا شويه على حساب لا سيكوريتي على حساب الكارابين، حيت الاخوان ما تيعرفوش بزاف، حيت هذا النوع ديال السلاح هو انتردي في المغرب. وانا في فرنسا الاخ محمد عندي شونس غادي حيت غادي تعرف على هذا الجروب هذا، وغادي نعطيو بزاف ديال المعلومات باش قبل ما يدوز البرنامج. النقاط ديال لا سيكوريتي الاخ رشيد على لا كارابين. النقاط على سيكوريتي، اول حاجه خص الشاسور يعرفها لا كارابين ما كتشارج حتى تم اللي كتبوست، يعني حتى توقف في المكان اللي كيحددوا لك رئيس المجموعه ولا المكلف بالمجموعه، كيوريك فين توقف، ملي كتوقف عاد باش كتشارجي الكارابين ديالك، ويدك ديما كتكون هنايا، ما عمرها تكون هنا ديما هكذا. سامحوا لينا لان مع اون بلان اكسيون شاس و اون اكسبليك سي با ايفيدون، مي الوغ قلنا بالنسبه لا سيكوريتي تاع لا كارابين، هي ماشي غير لا كارابين ولا الفوزي كانونيس، خاصك ما تشارجيها حتى تكون في البوست ديالك، يعني حتى كيتعطى الديبار ديال لا شاس عاد باش كتشارجي، عاد باش من بعد كتشارجي عاد باش كتسنى، وعندك واحد كيتسمى لسباس دو سيكوريتي. اللي غادي نشوفوها من بعد هذيك الخطوات وداكشي ان شاء الله. نعم. غادي نشوفوها مع الاخ محمد ان شاء الله، ونشوفوا حتى الاخ محمد كيفاش كيحل لا كارابين وكيفاش كيعمر باش يكون خد فكره لي ميزور دو سيكوريتي الا كان ممكن. وانتو راه عرف اللي راه شرحت ليه قبيله شويه الفرق بين الكارابين وبين الفوزي، واش كتسمى اللي عندها هذه، اش كتسمى يعني كارابين فيغو، هي كاين السيمي اوتوماتيك وكاينه الاكسبريس كتكون بحال شكل ديال سوبر بوزي، يا اما سوبر بوزي ولا جوست بوزي، وكتكون فيها لي بال بحال هادو كيكونوا جوج كارتوش. هادو ثلاثه الانواع، وكاينه نوع اخر كيتسمى الدريلينغ، فيها كتاخذ لي دو، كتاخذ لي كارتوش ديال 12 اولا 16 اولا 20، وكتاخذ لي كارتوش بحال هادوك اللي كيتسموا ميكست، نقدروا نقولوا ميكست فوالا كيتسموا ميكس، وكيتسمى دريلينغ علاش؟ حيت عندها 3 كانون. اوكي فوالا، شكرا. العفو اخي، مازال ان شاء الله تفتح لنا فرص والناس يستافدوا، حتى حنا مازال كنزيدوا نستافدوا حتى حنا. اي ضروري، حنا كنزيدوا في الدومون وحنا كنزيدوا. سيدي شكرا ومرحبا بك معنا اليوم. بارك الله فيك، وشكرا لكم على هذه المعلومات وعلى هذا النهار الشيق هذا. مرحبا بارك الله فيك الاخ محمد. ماشي حيت قدامي غادي نشكرو، ديجا لقى الناس اللي كيكون مهتم بهذه الهوايه شرا ديجا البدله ديال لاشاس كيما شفتوا، واجد بحال راه انه غادي يصيد، كيبان لك انه صياد مهتم بهذا الدومين، وحنا الناس بحال هكا السي رشيد مقبولين عندنا في الجمعيه، حيت كيبان الصياد غير من نعم. من اللبسه ديالو والاخلاق نعم. ديالو والتعامل ديالو في نعم الانسان شوف سبحان الله العظيم، الانسان ملي كتكون فيه ما غنسميوهاش فطره، لان الفطره كتزاد مع الانسان، من الانسان ملي كان كيبان بانه راه مهتم وبانه راه باغي وكيعجبو هذاك الهوايه وباغي يكمل فيها، يعني كي بحال كيما نقولوا حنا كيسبق الفرح بليله، كيما كنقولوا هذا مثال كيتقال، الانسان كيكون تيلمون باغي هذيك الهوايه وكيعزها، يل سو بريبار قبل
بحال كيما غنقول لك مثل شرا العصق بالغنم فوالا مثل كيما كنقولوا حنا شرا طوموبيل قبل ما يدوز البيرمي تاع الطوموبيل. هذا دليل على انه راه كيبغي هذه الهوايه وهو راسه راه بطبيعه الحال راه قناص في المغرب بيان سور عنده البيرمي ديالو خصصت في المغرب. هنا ان شاء الله غادي يتعرف على طقوس اخرى وعلى حوايج اخرين ما كاينينش في المغرب كاينين وبالخصوص بلي كارابين بحال هكا. وعندي واحد السؤال اخي رشيد. نعم. في المغرب عندنا دي شاس بحال قلتي لا شاس اكور كاين لا شاس و تخا كاين لا شاس ابروش. حنا في المغرب واش معروفين هاد لي ديفيرون ديال لي شاس في المغرب ولا بالنسبه للمغرب للاسف الشديد عندنا حاجه واحده هي كتسمى الاحاشه يعني لاباتشو هي اللي كاين. هنا كاينين اربعه الانواع ديال لا شاس. كاينه الباتو اللي معروفه هي الاحاشه بالعربيه وكاينه لافو لابروش لابروش وكاينه واش كيقولوا ليها كتسمى بالسبليونيه كيقولوا ليها المونتيريا. هاد المونتيريا هي ميكست ديال لابروش وديال لافو. لافو بطبيعه الحال كتكون في واحد الميرادور يعني واحد بين يعني كتسيليكسيوني كتعزل الطريده ديالك واش فوميل واش يعني نتوى ولا ذكر واش خص مسموح تضربها ولا ماشي مسموح تضربها ويعني كتسيليكسيوني كيتسمى انتيغ سيليكتيف. انت كتختار نعم كتختار النوع ديال الطريده ديالك باش ما تخرجش على لان كاين تما قوانين مضبوطه خصك تتبعها يعني كيقول لك بحال دابا حنا اليوم باريكزوم اليوم عندنا الحق نضربوا سونغلي و الشيفغوي يعني الشيفغوي فيه جوج الانواع فيه الفوميل والمال بيان اونتوندو. الشيفغيت ما نضربوهاش يعني لا فوميل ما نضربوهاش هي اللي كندز قبيله والاخوان ما ضربوهاش. لا شيفغ كتسمى كيقولوا ليها الناس معروفه بلا شيفغ بزاف هي سي با اون شيفغ سي اون شيفغوي فوميل شيفغيت شيفغيت والبروكار البروكار معروف هو اللي عندنا الحق نضربو والغونغ يعني التعلب تاعو ما حاجه اخرى ما نضربوهاش. لو لا ليد سويتي مثلا السونغلي اللي كتكون النتوى كتكون هي الاولى غادا ما خصهاش نضربوها يعني خصنا نخليها تفوت هي ونضربوا شي الاخر. لي ماركاسا ما نضربوهمش لي ماركاسا هما الوليدات ديال الخنزه اللي كيكونوا مخططين اكزاكت نقولوا لهم حيت شفنا دي فيديو في المغرب كيقتلوا الدراري ديال الحلوف. اودي شوف خويا يونس للاسف الشديد المغرب خاصنا والله خاصنا نتعلموا لان العشوائيات ما نقولش لا اله الا الله محمد رسول الله. شكرا لك نتمنى الله ان الاخوان القناصه يديروا عقلهم شوي ويعرفوا بان راه اللي كتضرب واللي ما كتضربش ماشي الانسان خصو غير يمشي يبقى يضرب لا اله الا الله محمد رسول الله الله يجينا في الصواب. شكرا. نرجعوا الاخ محمد. اخ محمد ان شاء الله غادي نشوفوا معك واحد الفيديو من بعد كيفاش تاخذ الخطوات ديالك لي ميزور دو سيكوريتي ديال الدرجه 30 ان شاء الله وفي نفس الوقت غادي تعرف كيفاش تحل البندقيه ديال لا كارابين ديال السوميل لي كارابين افيرو ديال الصيد ديال الخنزير وهادشي كيكون عندكم في الامتحان في الاكزام. راك شتي دابا بعد قلبتي سوغ انترنيت شتي بعد لي زونغل دو 30 دوغري لي زونغل دو تير فوالا لي زونغل دو تير دابا راك شتي درتي البراتيك في الصباح لي زونغل دو تير مع سي رشيد غادي ناخذ ان شاء الله ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله. بارك الله فيك جدا الشكر ديالي للاخ يونس مرحبا بك والاخ رشيد وجميع الاخوه. تتم ديال الحلقه اللي شتو قبيله وغادي نشوفوا الاخ محمد واش تعلم شي حاجه ولا ما تعلم والو. غادي يدير لنا الزاويه 30 على حساب الصيد ديال السونغلي يعني ملي يكون عندك صاحبك من الجهه الاخرى وعندك صاحبك هنا على اليمين والبوست اللي غادي تضرب فيه هو هاد الخشبه هادي يعني غتجي قدام هاد الخشبه وغادي دير ليا الزاويه 30 كيفاش كتعبها. يلا سيدي 30 غادي نوقف هنا نعبر خمسة ديال الخطوات. ها هي ورينا خويا. عندي صاحبي في الشمال ديالي واحد اخر بوستي سوما دغوات. ها هي. غادي نعبر خمسة ديال الخطوات، واحد، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. خمسة لوقف. ها. ندير الزاوية 90. ها هي. ونعبر ثلاثة ديال الخطوات. واحد، غادي تحط بيك. بوستي. الشارة ديالي. فوالا.
نرجع للبوست ديالي وندير لا ميم شوز الجهه الاخرى سيغ لا غوش سيغ لا لا دوات اسكو فا فاس ال واحد ما ماشي مليح اربعه خمسه هذا انا نعبر ثلاثه واحد ماشي مشكله خلي هذاك ودوز فوق منه ماشي مشكل جوج ثلاثة فوالا ثلاثة هنا نعبر وكترجع للبوست ديالك نرجعو للبوست ديالي دابا هادي الزاوية 30 اللي كنتي عبرتي دونك انا الوحش اللي غادي يخرج ما عنديش الحق باش نضربو في هاد الزاوية هادي في داك البانو اورونج اللي حطيتي حتى يدوز هاد الإشارة هادي وعندي الحق نضرب داك فوالا نفس الشيء سو على اليمين ديالنا ما عنديش الحق نضربو في هذا حتى يخرج من الغابه يدوز هذيك الاشاره البرتقاليه عندي الحق نضرب والوقفه فين خصك تكون وقف الوقفه دائما نكونوا البطن ديالنا يكون في الجهه ديال فونتر اوبوا يكون في الجهه ديال جهه الغابه فوالا نبوستاو هنا من الاحسن نبوستاو ديريرا انا بغي شي شجره ولا ما تبوستاوش في المريره اللي يفوت فيها منها الخنزير ولا الحلوف ولا حتى كتشوف في الخنزير عاد كدور الوقت اللي نشوف الوحش خارج داك الساعه ندور فوالا كيفوت هو في المازال ديال هاد الجاويه ديال اي دي باسي هاد لي 30 دوغري عندي الحق يلا في الكوتي تكنيك غادي نخليك مع رشيد غادي يهز لا كارابين ديالو خليك تما باش يوريك كيفاش تحل لا كارابين في سيكوريتي وكيفاش تسد هادي اللي غادي تكون اول خطره لك باش اول انك مره نختش في لا كارابين في لا كارابين اوكي باش اخر رشيد غادي يتقدم باش يوريك ان شاء الله في الكوتي تكنيك نخليو الاخ رشيد حيت الدومين ديالو السلام عليكم فوالا الكارابين ملي كتشدها توجور كولاس اوفير شارجور ا بار داكور لو كانون ديريجي اون ديما توجور فوق ملي كتبغي تعمر لا كارابين سوا ديزون درتي لونغل دو 30 ديال سي لونغ سيكوريتي ديالك اوكي سي بون كتوقف l'instructeur, l'inspecteur plutôt qui attaque la carabine. Tu prends la carabine et tu tournes. Tu lui donnes le dos. De au bois. De bois. Voilà. Quand tu chauffes le terrain, tu descends la carabine. Après, il y a des conneries, attention. Il y a des conneries, mais après, il y a des trucs qui sont en train de se faire. Il y a des trucs qui sont en normalement deux كديرو هنايا كدير هذه هنا فوالا كدير هذه هنايا دائما بغيتي الدور خص الدور من المور شي حاجه هذا كيتسمى خطا الوغ ملي كتركب هذا هنا من بعد كدير الكولاس ياك كتهبط لتحت كتشوف قدامك عاد كتشوف قدامك ما كاين حتى حد عاد ترفد كتهز السلاح ديالك وكدور فوالا كتسنى وتسنى ديباغ اش كتقول ليه كتقول ليه جو سوي بري من بعد هو كيبقى ساكت انت تقول له جي اونتوندو لو ديبار دو لا باتو اوكي كيقول لك ان سونغلي خارج هو خرج سونغلي كارابين شارجي tu es prêt tu es en action de chasse نوقف خرج سونغلي اجي هنايا مثلا بلاتي شبه مرات كيطيح لك فخ تيجي توقف لك هو هنا انا خصني ندور لهم الجهه الاخرى خصني نلبس السلاح ديالي من الجهه الاخرى توجور الانسبكتور هنا نعطيه بظهري باش ندور جامي ندور ندور بسلاح جهته جامي الا درتيها مشى لك البيرميس الوغ انا دابا اوني اون تران دو فوار غير كومون الوغ ملي كتقول الانسبكتور ديالك جي اونتوندو لو ديبار دو لا باتو كيقول لك ان سونغلي tu vois le sanglier tu tournes mais tu n'épaules pas علاش كون امتى كتيبولي حتى يدوز لونغ دو سيكوريتي لونغ ديالك دو سيكوريتي ديالك اون فوا كي ديباسي جيبول شوف الصبع ديال لا ديطون شوف ما جي با مي لا توجور لا جو لو سوي جو بوم جو تير اي جو في سا ابري هما كيقول لك ديشارجي ايشارجي او شارجي وعاود كديرها والدور عاوتاني من بعد ملي كتسالي كيقول لك راه ما سالي دوي شوف قول لصاحبك يا دي تروك غادي تعرفو من بعد غير ليسونسييل بور نو سي لا كارابين لا كارابين ديما كي لا سوفير توجور كي لا سوفير هذا كيكون شارجور محيد علاش
واخا خاويه هكذا والكولاس محلول وكل شيء يفو جامي 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 ديريجي لو كانون على واحد علاش هذا خلاص علاش لان بار اكزومبل نعطيك ان اكزومبل انا درت هكذا ياك ها هو هذا خاوي هي خاويه نوريو الكاميرا سي فيد هان سي فيد يا ريان دو تو لو شارجور اي لي لا مي سي جو في سا اي جو في سا كومو تي فا سافوار كي لي با شارجي ما تقدرش تعرف غير انت بوحدك انا جو سي انا نعرف يعني غنقول راه خاوي مون امي صاحبي مي ريسكو ريان نو الانسان اللي قدامك ما جامي توجور توجور كولاس اوفير شارجور انلفي كوم سا راك ترونكي واخا هكذا توجور هكذا كان الفوق سي سا هذه هي لا فري بوزيسيون تاع تاع الكراهي كاين اللي كيشد هكا نو هذا خطر توجور ندير هكذا واخا كي لا سوفير كي لا سوفير توجور اليد هنا ندير بحال هكا اون بوزيسيون مي الى كتيف اون اكسيون شاس توجور اكسيون شاس هذه اكسيون شاس سا فو دير الي شارجي الي شارجي دير توجور هكا ندير هكذا ونبقى نشوف ملي كيبان ليا مثلا سونغلي ولا شيفغي ولا سكو جو شاس كيبان ليا اي ديباس الزاويه اللي كنتي درتي في الاول اللي كتعبرتي الا ديباساها صافي تو تيبول اي تو تير كاينه واحد القضيه ديال الوحش سورتون ولا رونترون الوغ سورتون سي نورمال ملي كيخرج كتيريه رونترون يل فو ميو نو با تيري احسن من الاحسن من الاحسن سي با ان c'est pas une obligation parce que non mais c'est pas une question éliminatoire non هو شوف tout ce qui est sécurisé c'est mieux يعني نعطيك ان اكزومبل انايا خرج سونغليه من هنايا دي باسا الزاويه ديال 30 متر مي جديد عندي شك بان راه جي في اون سيلويت ولا شي حاجه لهيه جو نتير با مي المشكل اللي كاين لادرينالين كما كنقول ديما كنقول لينمي ديال الصياد هي الزربه هي لا بريسيبيتاسيون خص الانسان ما يزربش ما يتقلقش نشوف انا جايين كارابين الناس ما عارفينهاش راه كدير 5 كيلومتر لا بال ديالها 5 كيلومتر مورتال عارفينها والناس يعني على 3 كيلومتر تقدر تقتل بيان سور ماشي تقدر راك تقتل الا سي تو سي 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 تو فيز بيان اي تو بلاس بيان تا بال سلا النبي راه ديجا لورسكو تو تير راه هي ال بيرس ال ترافيرس لانيمال يعني راه باقي لها مازال عاد بيان سور ا بار سي سي تو تير افيك دي بال اكسبانسيف هذوك لي بال ماشي اكسبانسيف نو اكسبلوزيف نو استغفر الله وي اكسبانسيف وي اكسبانسيف هذوك لي بال اكسبانسيف كيدخلوا لداخل كيفرقعوا لداخل كي اكسبلوزا هذوك لي بارفو ما كيخرجوش مي moins de 100 mètres ils partent ils rejoignent alors il vaut mieux toujours culasse ouverte chargeur mouillé allez et comme ça t'es tranquille et toujours le canon inchallah نتمنى وتجيب لينا البيرمي ان شاء الله ماشي facile c'est pas غير la volonté ou شويه القرايه تدي ان شاء الله اخوان كما شفنا معنا اليوم هذا هو الدرس ديال الزاويه 30 ومع الاستعمال ديال الكارابين كنشكر الاخ رشيد وكنشكر الاخ محمد نتمنى له التوفيق ان شاء الله في البيرمي ديالو وتبارك الله عليكم حتى المره الاخرى ان شاء الله ان شاء الله شكرا.